بعد الجمرات الأخيرة وقبل أن أحلل رأسي كنت بفك الإحرام وبعدها حلقت رأسي وذلك بعدم المعرفة أيضا ما حكم الشرع فيما فعل. كذلك هذا خطأ لأنه لا يجب له أن يلبس الثياب إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الحلق والطواف. إذا فعل اثنين عندنا ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف المفارة والسعي بعده إن كان عليه السعي. فإذا فعل الثلاثة كلها أحل له كل ما حرم عليه بالإحرام من زوجته وغيرها، وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الزوجة فلا تحل له إلا إذا أدى الثالث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.